أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما خطته الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من البصائر. اتساع الاحتجاجات في بغداد والجنوب رفضا لمرشحي الأحزاب. في العربي الجديد، العراق تراجع حظوظ ثاني مرشح تدعمه إيران لرئاسة الحكومة. في الشرق الأوسط، معضلة الكتلة الكبرى تراوح مكانها، وكتلة البناء تتداول أسماء بديلة للسهال. في القدس العربي، محتجو بغداد يضربون عن الطعام، وأنباء عن إلغاء ترشيح السهال لخلافة عبد المهدي. في الزمين نقرأ، البرلمان يقر قانون الانتخابات بدوائر متعددة ويشرع في تعديل مواد التقاعد. من المدى نقرأ، لجنة تعديل الدستور، الكتل غير مستعدة لتعديلات جوهرية. نطالع أخيرا في الخليج الإماراتي، الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء العنف على المتظاهرين في العراق. استبعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استجابة البرلمان العراقي لمطالب المتظاهرين بسن تشريعات لتقويض نفوذ كتله السياسية وأعضائه. وقد نقلت صحيفة عن مديرة مكتبها في بغداد أليس روبن قولها إنه بعد 3 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة في العراق أخفقت الحكومة في الاستجابة لمطالب المنتفضين، فقدمت تارة وعودا غامضة للإصلاح وتعاملت قوات الأمن التابعة لها بوحشية بالغة مع المتظاهرين. الصحيفة ترى أن العراق يواجه اليوم أزمة سياسية هي الأخطر منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 16 عاما، ويبدو قادته غير مجهزين لها، ولم تبرز بعد خطة تحظى بإجماع لإصلاح الحكومة من أجل تلبية مطالب المنتفضين. علاوة على ذلك، يقول التقرير إن البرلمان العراقي لم يبحث بجدية تعديلات مقترحة على القانون الانتخابي عرضها الرئيس برهم صالح، من شأنها تقليل نفوذ الأحزاب ورعايتها للفساد. وينقل التقرير عن ماريا فان تابي، المستشارة البارزة في شؤون العراق وسوريا لدى منظمة مجموعة الأزمات الدولية، القول إن من بالغ الصعوبة العثور على شخص يحظى بقبول واسع في الشارع ومن قبل المنتفضين، ويحظى في الوقت نفسه بدعم حزب، وهو الدعم السياسي الذي يحتاج إليه لقيادة دفة التحول. واستبعد التقرير أن يستجيب البرلمان العراقي لمطالب المحتجين ويتبنى إصلاحات حقيقية تتضمن أن يحل نفسه بنفسه، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع صدور تشريعات تحد من نفوذ الكتل والأحزاب السياسية والنواب أنفسهم، ولا يرجح قبول المنتفضين بأقل من ذلك. ويقول التقرير إنه عوض مناقشة مطالب المحتجين مباشرة، يتحدث أعضاء في البرلمان مثلاً حول كيفية إصدار تشريع يحدد رواتب الوزراء. وأضافت الصحيفة أن إيران قلقة من نفوذها في الوزارات العراقية، وبخاصة من يتولون شؤون الأمنية والاقتصادية، إذ مع هذه العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران تزداد حاجة طهران للعراق كي تتنفس اقتصاديا لمصلحة أسواقها ولخدمة أهدافها العسكرية وحماية مصالحها في سوريا ولبنان. حذر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني من حملات عنف أشد قسوة من جماعات موالية لإيران ردا على تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم. وذكر التقرير الذي عده حارث حسن أن هذا العام سيذكر في أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأكثر ديمومة في تاريخ العراق الحديث، مبينا أن ما بدأ في شهر تشرين الأول الماضي بكونه تظاهرة صغيرة نسبيا لشبان معظمهم من العاطلين عن العمل سرعان ما أصبح حركة جماهيرية
تعارض الطبقة السياسية الحاكمة. التقرير يرى أن الجماعات السياسية التي وضعت عبد المهدي في منصبه لا تزال تملك القدرة على ترشيح رئيس وزراء جديد وتحديد مسار البلاد في عام 2020، وستعمل على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال التغييرات التجميلية للنظام باستخدام الجزرة والعصا نهجاً لإضعاف أو تفكيك حركة الاحتجاج. وأشار التقرير إلى أن النخبة السياسية تواجه تدقيقاً غير مسبوق من قبل الشعب العراقي، وقد يؤدي فشلها المتوقع في تنفيذ إصلاحات كبرى إلى تنشيط حركة الاحتجاج، موضحاً أن الخيارات التي اتخذتها الفصائل المهيمنة بدءاً من اختيار رئيس وزراء جديد وإقرار قانون انتخابي جديد ستحدد مسار الأحداث في عام 2020. كما يبين التقرير أن مثل هذه الإصلاحات إذا تم تنفيذها بشكل حقيقي من المفترض أن تضعف الفصائل المهيمنة، وهذا هو السبب في أنه من السذاجة أن نتوقع منهم أن يتنازلوا عنها طواعية. مضيفاً أن بعض هذه الفصائل وخاصة تلك المدعومة من إيران تواصل نشر روايات عن حركة الاحتجاج باعتبارها مؤامرة أجنبية، بالإضافة إلى ما تردد عن تورط الميليشيات المدعومة من إيران في قمع الناشطين واختطافهم وتخويفهم وتنظيم مظاهرات مضادة مؤطرة كمحاولة لإزالة العناصر غير المنضبطة من ساحة التحرير ببغداد. وحذر الكاتب من أن الجماعات المدعومة من إيران ولاستعادة النظام وفرض مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة قد تقرر تصعيد استخدام الوسائل القمعية وتأكيد سيطرتها على الأجهزة الأمنية وتحويل العراق إلى دولة أكثر استبدادية، إذ أغلقت وسائل الإعلام المتعاطفة مع حركة الاحتجاج ولم يقدم أي من كبار القادة الذين أمروا بقتل المتظاهرين إلى العدالة، بينما تستمر اغتيالات الناشطين المدنيين. ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الإفلاس المالي والسياسي الذي تعانيه إيران بسبب العقوبات الأمريكية جعلها غير قادرة على الاستمرار في حماية الفاسدين من السياسيين والميليشيات التابعين لها في العراق ولبنان. وأضافت المجلة في تقريرها أن إيران كانت العامل المشترك في موجة التظاهرات الأخيرة التي ضربت في لبنان والعراق، فقد ارتبط اسم إيران بفساد الزعماء وأصبح الفساد علامة تجارية لنظام خامنئي، فحيثما حل الفساد في هذه الدول حلت إيران. المجلة قالت إن المتظاهرين في العراق ولبنان لا يتغذون فقط من سوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الفعال والفساد الراسخ للنخب السياسية، ولكنهم يربطون مباشرة وضعهم المأساوي بنفوذ طهران الفاسد واستغلال الحرس الثوري لبلدانهم لتمويل وتسليح الميليشيات. وتشير المجلة إلى أنه مع تعرض طهران لضغوط اقتصادية جمة بسبب العقوبات وسوء الإدارة أصبحت مواردها غير قادرة على الاستمرار في تمويل ودعم ممارساتها وسياساتها في كل من لبنان والعراق، كما أنها لم تقدم للمواطنين هناك أي شيء. ودعا تقرير الولايات المتحدة إلى ضرورة التدخل والمنافسة بشكل أكبر وفعال من أجل استغلال هذا الأمر، وأن تركز سياساتها حالياً على ما يمكن أن تقدمه للمنطقة وجعلها أشبه بعلامة فارقة لأمريكا في مواجهة إيران التي أصبحت مفلسة معنوياً ومالياً. كما دعت المجلة إلى عدم إغفال المطالبات الشعبية في كلا البلدين وربط الدعم والإصلاح بتحقيق هذه المطالبات. وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة لديها فرصة سانحة لتقديم ما لا تستطيع إيران تقديمه، وذلك باستشعار الرغبة بالتغيير التي يقودها الشعبان في العراق ولبنان، والتي ربما لن تستقر الأوضاع في هذه الدول من دون أن يحصل
تغيير حقيقي فيها. وأضافت المجلة أن الإدارة الأمريكية ومنتقديها لم يضعوا اقتراحات مقنعة بشأن كيفية الاستجابة للتطورات في العراق ولبنان، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ومنتقديها لا يعتقدون أنه من الممكن تحقيق تغيير حقيقي ودائم في العراق ولبنان، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما يطالب به المحتجون. في الوقت الذي قال وزير الدفاع الأمريكي باستعلاء وهو يخاطب حكومة بغداد إن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في العراق وستمارس هذا الحق في أي وقت، تبدو اللعبة السياسية في المشهد العراقي ماضية على هوى واشنطن وسط تغيرات بدت واضحة جدا في بعض قواعد السياسة وسياسة التخادم في مع طهران بهدف توقف إيران عند حد معين لا ضمن مدايات واسعة أو مفتوحة الصلاحيات. هذا ما جاء في مقال جهاد بشير في صحيفة البصر، فلنتابع. مساقات المشهد وتعقيداته والفشل المتكرر لدى مجلس النواب كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما لم تعد تسمح لإيران بالمناورة ضمن المساحة نفسها التي كانت عليها قبل انطلاق ثورة تشرين، بمعنى أن ما تواجهه الكتل السياسية من صعوبة في تسمية مرشح متوافق عليه ليس بسبب أن الخيار أو الاسم المطروح منعدم الولاء لإيران، بل لأنه مفتقر للضوء الأخضر الأمريكي، لا سيما وأن العملية السياسية لم تطرح للتغيير على الوجه الأكمل والمطلوب ضمن أجندة الثورة وأهداف شبابها إلى الآن، حتى وإن أعلن المتظاهرون مراراً مطلب إسقاط النظام، لأن مقصد هذا الشعار في الأدبيات الحالية للثورة هو إسقاط الحكومة وأحزابها، لا أصل المنظومة وقواعدها وأطرها التي مهما دخلها مصلحون وأصحاب حق فإن مخرجاتها لن تكون إلا فساداً وباطلاً. استقالة رئيس الوزراء مجرد مناورة لإشغال ميدان الثورة وصرفه عن التصعيد الذي يخشاه رعاة العملية السياسية، فوجد شباب الثورة أنفسهم يتعاملون مع هذا الوضع، ويظهر ذلك في الحديث عن قانون الانتخابات وتحديد مواصفات شخصية رئيس الوزراء، وذلك كله يجري ضمن قواعد اللعبة نفسها التي ما تزال في حالة تحسين يعد استمرارها سبباً في تنامي المشكلة العراقية حتى على فرض أسقطت الحكومة واستبدلت شخصياتها. ودعا الكاتب والشباب والداعمين واللجان المنظمة لفعاليات التظاهرات إلى التماس الوعي والنضج السياسي أكثر من أي وقت مضى، لأن البقاء في سياق التعامل مع التطورات ضمن إطار العملية السياسية وغياب الجرأة عن الخروج منه والتمرد عليه لا يغير من الواقع الشيء الكثير، ولا يحقق مقاصد الثورة ولا تطلعات الشعب العراقي الذي وجد فيها بارقة أمل. كيف يمكن لأي شخص كان أو نظام كان أو مجتمع دولي أن يسكت على قتل 511 متظاهرا سلميا وجرح أكثر من 24,000 واعتقال 2,777 وإعاقة نحو 3,000 شخص فضلا عن المخطوفين يوميا؟ وما الذي يشرعن القتل والقمع والإرهاب الحكومي؟ وهل يرتبط العثور على هذه الأجوبة في فهم كيفية تمكن النظام العراقي الملتحم بالاحتلال من تمرير أجندته على مدى 16 عاما؟ هذا ما تساءلت عنه هيفاء زنقنة في مقالها بصحيفة القدس العربي. استطاعت انتفاضة تشرين بحجم تضحياتها الإجابة على بعض الأسئلة، فجداول المختطفين والجرحى والمعاقين والشهداء تزداد طولاً وتكتظ الجدران بصورهم مع كل يوم جديد يواصل فيه المنتفضون البقاء في ساحات وشوارع مدنهم التي استعادوا ملكيتها حتى الآن، وسقف طموحهم يرتفع بارتفاع جبل أحد متحدين
من يقايض حقهم بالحياة الكريمة ودماء الشهداء بتعويض مالي، أو تدوير ساسة يجمعون في خصالهم بين الفساد والجريمة والإرهاب. تكمن قوة المنتفضين لا في أعدادهم الكبيرة فحسب، بل في إصرارهم ومثابرتهم على البقاء ورفض المساومة على الحقوق، والأهم من ذلك كله الموقف الموحد ضد المحتل، الذي أدركوا أنه يشمل المحتل الأمريكي بقواعده العسكرية والإيراني بميليشياته، متجاوزين بذلك الخندق الذي طالما أريد لهم البقاء فيه. يصفع جدول ضحايا انتفاضة نريد وطن وجوه الساكتين على الظلم أو المواظبين على تبريره بحجة إنهم لا يستطيعون مواجهة الأطراف السياسية المتجذرة بسلاحها ومالها أحياناً، وبذريعة الحرص على حياة المتظاهرين أحياناً أخرى. إن تحرير الوطن يتطلب النظر في الوضع العام بكامله وماهية دور القوى السياسية المحلية، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على القوى الخارجية. أضافت الكاتبة أنه إذا كان إلقاء اللوم بالتبعية والتعاون مع المحتل منذ الغزو حتى اليوم منصب على الأحزاب الدينية، فماذا عن مسؤولية الأحزاب اليسارية وعلى رأسها الحزب الشيوعي؟ فمتابعة الأحداث السياسية في غضون أعوام الاحتلال تبين أن مسؤولية الخراب على كل الصعود مشتركة، فالحزب الشيوعي هو الذي منح الأحزاب الطائفية صك احتقار الشعب بحسب تعبير الكاتبة طبعا، من في أثناء مشاركته في حكومات الاحتلال المتعاقبة. على وقع الانتفاضة الشعبية المتواصلة، يستذكر العراقيون عند نهاية كل عام ما آلت إليه أوضاع بلدهم بعد هذه السنين التي وضعته على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني، تزامن مع تراجع فرص الحل للمعضلات المستعصية. هذا ما ذكره أحمد صبري في صحيفة الوطن العمانية، الذي أضاف أن 16 عاما الماضية قد حولت العراق إلى بلد فاشل ومنكوب ومسلوب الإرادة. على الرغم من تصاعد وتيرة الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثالث ومطالبها المشروعة التي يطالب بها العراقيون منذ سنوات، إلا أن القائمين على الحكم في العراق وضعوا هذه المطالب خلف ظهورهم وتخندقوا خلف نظام المحاصصة الطائفية في محاولة لتفادي مساءلتهم عن هدر أموال العراق وإخفاقهم في إبعاد العراق عن شرور العنف الطائفي والانقسام السياسي الذي أودى بالعراق إلى الحال الذي يتخبط به منذ احتلاله وحتى الآن. لقد وضعت الانتفاضة الشعبية الطبقة السياسية التي تهيمن على شؤون العراق أمام مرحلة جديدة عنوانها التغيير الشامل، وإسقاط العملية السياسية ورموزها والمحاصصة الطائفية التي احتمى خلفها سراق المال العام. إذن العراق أمام منعطف جديد ومسار لا يمكن وقفه ووصوله إلى غاياته رغم مراوغة السلطة في التعاطي مع أهدافه الواضحة، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن شباب الانتفاضة الذين ضاقوا ذرعاً بالطبقة السياسية الفاسدة من فرط إخفاقاتها وانتهاء صلاحيتها هم مصممون على المضي قدماً، وما يعزز هذا المشهد الوطني اتساع دائرة المشاركة الشعبية في المدن العراقية بالانتفاضة، وخصوصاً في معاقل وبيئة أحزاب السلطة التي كانت تتذرع بأنها تعمل على سعادة جمهورها وتوفير الأمن والاستقرار. وأضاف الكاتب أنه مهما حاول النظام السياسي الحالي أن يوقف ويفرغ شحنة الغضب الشعبي لدى الثائرين ولو إلى حين، لأن إرادة التغيير الشاملة هي من تضع العراق على طريق السلامة والأمن ووحدة أبنائه، وتجسد اشتراطات العيش المشترك العابرة للتخندق الطائفي الذي كان عنوان مرحلة ما بعد غزو العراق.
أطلق أحد الجراحين في ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخيرية المحلية، فقد تمكن حتى يتمكن مرضاه من دفع تكاليف عملياتهم الجراحية عن طريق خدمة المجتمع والعمل التطوعي بدلا من إفلاسهم بسبب الديون الطبية. وقد نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن أحد المواقع أن الجراح ديمترو أوغيلا أطلق برنامجه المسمى M25 بعد شعوره بالضيق من أوضاع مرضاه المادية. وأضافت الصحيفة أن الجراح فتح عيادات للجراحات الترميمية والعصبية ذات الصلة، إذ يسمح لمرضاه اختيار منظمة غير ربحية من قائمة منظمات مشاركة في برنامجه، ثم يحدد ساعات معينة من التطوع للمريض لإكمال مدفوعاته مقابل عمليته الجراحية. قبل الختام مشاهدينا، إليكم أبرز الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد، نستودعكم الله.